بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه في آية أخذ الميثاق: وقولوا للناس حسنا. وكان موقع هذا الأمر وهو وقولوا للناس حسنا هو العنصر السادس من أخذ الميثاق الذي طلب الله من بني إسرائيل أن يذكروه. فقد قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض علينا هذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل يريد أن ينبه المعاصرين لرسالته صلى الله عليه وسلم أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يفجأهم بجديد في مناهج التكليف السماوي لأهل الأرض، حتى يمكنهم أن يقفوا فيه أو يختلفوا عليه أو يعارضوه أو يكفروا برسوله. وقلنا معنى وقولوا للناس حسنا أن الحق سبحانه وتعالى أراد بذكر ذلك العنصر في أخذ الميثاق أن الذي لا يستطيع أن يعمل شيئا من الأشياء لا يمكن أن يماط عنه التكليف حتى ولو بالعظة للناس. وقولوا للناس حسنا، كلمة حسن ترد بمعنى حسن، يعني تقول حسن وحسن، كما تقول مثلا بخل وبخل. وقد يراد بها القول ذي الحسن، أي الموصوف بأنه قول حسن. والمراد بالقول الحسن ما هو؟ الحسن هو ما حسنه الشرع، لأن العلماء قد اختلفوا ما هو الحسن، أهو ما حسنه الشرع أم ما حسنه العقل. نقول له: ما حسنه العقل مما لم يرد فيه نص من تحسين الشرع، لأن العقل قد تختلف في الآراء في الشيء الواحد باختلاف الأهواء، ولذلك الذي يفسد الآراء دائما الهوى، وإلا فلو لم يكن هوى لحكمنا العقل في كل شيء، إلا أن الهوى يفسد حكم العقل. ولذلك تجد معقولا عند واحد ولا تجده معقولا عند آخر. إذن فما الذي يرجعنا جميعا إلى حسن مجمع عليه؟ هو الشرع، لأن المشرع لا هوى له إلا في مصلحة من شرع له. يبقى قولوا للناس حسنا، من هم الناس الذين نقول لهم الحسن؟ أهم المساوون لك في الإيمان؟ ويكون القول الحسن فيهم أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر، وأن يكون قولك أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا كان غير مسلم، يعني ليست له أخوة إيمانية، يكون القول ذي الحسن أو القول الحسن ما هو؟ أن تجادل بالتي هي أحسن. لماذا؟ حتى لا تجمع على المنصوح أو الموعوظ مرارتين: مرارة أن تخرجه عما اعتاد وألف،
ومرارة أن تخاطبه بما يكره. يبقى إذن وقولوا للناس إيه؟ حسنا. فإن كانت لك أخوة في الإيمان يبقى أحسن الحسن أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. وإن كان غير أخوة الإيمان نقول نجادله في الأمر بالتي هي أحسن، اللي هي وضع الحق منهاجها في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى هذا هو قول الإيه؟ هو قول الحسن. ثم انتقل الحق سبحانه وتعالى إلى العنصر السابع في أخذ الميثاق، وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة تكلمنا عنها طويلا، ومعنى إقامتها أي أدوها على الوجه الذي يجعلها مقبولة عند الله. تقويم الأمر معناه إخراجه على الهيئة التي تؤدي منه الغاية المطلوبة منه. يبقى إقامة الصلاة يعني فيه فرق بين أن تقول صلوا وبين أن تقول أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة يبقى فيها أمرين اثنين، أن تصلي وأن تصلي صلاة على مستواها الذي يطلب إيه؟ الذي يطلب إيه؟ يطلب منها. وقلنا إن إقامة الصلاة هي دي الركن الإسلامي الذي لا يتخلى أبدا عن الإنسان المؤمن بالله، لا تسقط أبدا، وتتكرر كما قلنا في اليوم خمس مرات لدوام إعلان الولاء لله الذي آمنت به. وقلنا بقى فيها ما قلنا من أنها تربي العبودية المستطرقة في الناس جميعا. وقول الحق وآتوا الزكاة، هنا يقول الحق وذي القربى واليتامى والمساكين، القربى واليتامى والمساكين. فأن القربى وإن لم يكن فقيرا له حق عليك، واليتيم وإن لم يكن فقيرا أو مسكينا فله حق عليك. تعوضه حق اليتم، حق اليتم، ليشعر أنه في بيئة إيمانية متكاملة متكافلة. فإذا ما كان حتى غني برضو تؤنسه بالبسمة، تؤنسه بالسؤال عن حاله، لماذا؟ حتى لا يشعر أنه بموت أبيه انقطعت صلته ببيئته الإيمانية. ليه؟ لأن إن كانت المسألة هتروح للفقراء يبقى إيه؟ قال وآتوا الزكاة. يبقى إذن وآتوا الزكاة دي ولو لم يكن إيه؟ قريبا، ولو لم يكن إيه؟ يتيما. وبعد ذلك يصبح له حقان إن كان فيه القرب وكان فيه اليتم وكان فيه الفقر أو الإن. يبقى إذن لازم إيه؟ نفهم الفرق عشان ما نقولش إن فيه هنا إيه؟ إن فيه تكرير. وآتوا الإيه؟ وآتوا الزكاة. وبعد ذلك بعد أن ذكر هذه العناصر قال فماذا كان موقفهم حينما أخذ عليهم الميثاق؟ توليتم ثم توليتم. وقلنا تولى يعني ايه؟ يعني ايه؟ اعرض ولم ينفع ولم يطع. طيب قولوا ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. قال لك ده تاريخ للواقع، لان بعضهم ما تولاش وبعضهم اخذ الدين كما اراده الله، بدليل الناس الذين ايه؟ إذن القرآن ما بيعملش حملة على اليهود، إنما يعمل يصنع الحملة على المخالفين من اليهود. ولذلك احترم الحق الواقع فيهم وقال إلا قليل. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى في صيانة الاحتمال قال إيه من أهل الكتاب؟ من إن تأمنه بقنطار يؤديه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. إذن فالحق يتكلم بإنصاف الخالق للمخلوق، مش حملة على كل أبدا. فبيقول ثم توليتم عشان ينصف الإلا قليل، علشان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لنا أن الله حين ينزل منهجا من السماء ليحكم حركة الأرض لا بد أن يحفظ ذلك المنهج ولو في قلة من الناس. لماذا؟ ليظل أصل الخير أيضا
موجود. هنا نلاحظ أن توليتم فيها معنى الإعراض، لكن الحق يقول ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. توليتم وأنتم معرضون. أنا أريد أننا ناخد الدقة الأدائية. صحيح لما تيجي تفسر تولى يقول أعرض عن الأمر، ابتعد، رفض الأمر، مش كده؟ أعرض عنه. هي تولى صحيح معناها أعرضها، ده في الجملة كده، لكن في الدقة لو نظرنا إلى القرآن لوجدنا حين يلتقي المؤمن بالكافر في معركة الله سبحانه وتعالى يزم من يتولى عن المعركة، ومن يوليهم يومئذ إيه؟ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إذن فالتولي كونك ما تروحش للشيء مش معناه الإعراض. يبقى الإعراض ده يعني أنت توليت بإعراض قلبي، توليت بإعراض إيه؟ بإعراض قلبي. إنما هب أن إنسانا لاقاك وهو مدين لك وأنت استحيت أن تلقاه مخافة أن تكسر حياءه، فساعة رأيته من بعيد كده ولسه ما شافكش حاولت أنك إيه؟ تتولى عنه. يبقى لا يقال أنك معرض، أنت توليت صحيح وسبته، إنما مش بنية الإعراض، ده بنية الإقبال. تولي بنية إيه؟ إذن أمال هي الأعمال بالنيات ليه؟ علشان إن فيه أعمال يبقى ظاهرها شيء والنيات فيها شيء آخر. فحين تتولى أنت عن إنسان بينك وبينه مثلا غوك ولا تريد أن تجرح إيه؟ مثلا شعوره أو حياءه، ثم تتولى عنه. صحيح أنت توليت، ولكن هل تولي بإعراض؟ يبقى إذن لازم تفهم إن وأنتم معرضون، يبقى دي مش مطلق تولي، مش مطلق إيه؟ تولي، بل تولي يصادف نية القلب في التولي، ويناسب الكره اللي في القلب للإيه؟ للعملية. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وإذ أيضا، وإذ ساعة تسمع وإذ، فاهلم إن هنا هنا إيه؟ اذكر، لأن إذ ظرف، اذكر الزمن الذي حدث فيه إيه؟ كذا وكذا. وإذ أخذنا ميثاقكم، برضو ميثاقكم اللي هو العهد الموثق، لا تسفكون دماءكم. الأمور اللي سبقت الآية برضو ميثاق وثمان أشياء ذكرهم، إنما ثمان أشياء إيجابية. لا تعبدون إلا الله، يعني وحدوا الله، كأنه قال إيه؟ وحدوا الله، اعبدوا إلها إيه؟ وأحسنوا بالوالدين إحسان، وأحسنوا بذي القربة، أحسنوا بالمساكين، مش كده؟ واليتامى، مش كده؟ قولوا للناس حسنا، أقيموا الصلاة، كلها أوامر ولا لأ؟ نعم. إذن الميثاق هناك في عنصر الأوامر، الميثاق هنا في عنصر النواهي. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، خلاص؟ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. يبقى إذن ده ميثاق إيه؟ دوك ميثاق إيجابي، وهنا ميثاق إيه؟ سلبي، نعم. طيب نشوف الأمرين هنا الاثنين، ما هو الميثاق هنا السلبي هنا؟ لا تسفكون دماءكم. اذكروا جيدا أننا قلنا أنه إذا حصل مقابلة جمع بجمع تبقى تقتضي الإيه؟ القسمة أحد، قسمة إيه؟ لا تسفكون، دي جماعة، دماءكم، ودي جمع دم ولا لا؟ يبقى ايه؟ هل معناها لا يسفك كل واحد منكم دمه، زي ما قلنا اركبوا دوابكم ليركب كل واحد منكم ايه؟ دبته. لا تسفكون دماءكم، يبقى لا يسفك كل واحد منكم دمه. وهل يسفك الانسان دمه؟ يبقى إذا معنى لا تسفكون دماءكم لا يسفك بعضكم دم بعض. وليه قال دماءكم ونسبها؟ أم قال لك يا أخي لأن اللي بعدها الجملة اللي بعدها هتديني العلة. قال إيه؟ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم.
ساعة يأتي الحكم الإيماني. الحكم الإيماني إنما يخاطب الجماعة الإيمانية على أنها واحدة، على أنها واحدة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في إيه؟ تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم إيه؟ كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر. يبقى عملهم إيه؟ واحدة واحدة. فكأنني إن اعتديت على واحد فكأنني أعتدي على مين؟ على نفسي. ولذلك لا تنابزوا بالألقاب، مش لا لما يجي نقول لا تنابزوا بالإيه؟ بالألقاب. نقول لا تنابزوا بالألقاب، أنا ما فيش واحد منا ينبذ التاني بإيه؟ بلقبه. طيب ولما يجي يقول فسلموا على أنفسكم، إذا دخلتم بودا فسلموا على أنفسكم، طب ده أنا اللي داخل، أنا اللي إيه؟ داخل، أبقى أسلم على نفسي إزاي؟ فكأنه جعل الأمة الإسلامية واحدة. الأمة الإسلامية واحدة. وبعد ذلك إيه؟ ما دامت الأمة الإسلامية واحدة، يبقى برضو لما يقول لي لا تقتلوا نفوسكم يبقى إيه؟ يبقى صح ولا لا؟ يبقى صح. أو معنى أنه يريد أن من قتل سيقتل قصاصا، فكأنه بقتله للغير يقتل نفسه. يبقى تيجي المعنى برضو ولا لا؟ يجي الإيه؟ يجي المعنى تمام. طيب الحق سبحانه بيقول لا تسفكون إيه؟ السفك معناه إيه؟ صب الدم. ودماءكم اللي هو السائل الإيه؟ سائل الحياة، مش كده هو؟ لا تسفكون إيه دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. تخرجون أنفسكم من دياركم يعني إيه معناه؟ يعني لا تخرج، لا يخرج بعضكم بعضا من دياره، مش كده؟ طيب أو تقول على المعنى الثاني بقى، أنك إن اعتديت بالإخراج على أحد فكأنما اعتديت على إيه؟ نفسك. لأن المسألة إيه؟ المسألة واحدة، واحدة إيه؟ واحدة إيمانية. شوف عايز يربط المؤمنين إيه إزاي؟ بعضهم ببعض. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أقررتم يعني اعترفتم. الإقرار هو الإيه؟ الاعتراف. والاعتراف زي ما قلنا سيد الإيه؟ سيد الإيه؟ سيد الأدلة. وأنتم تشهدون يعني إيه؟ الشهادة معنى الشهادة إيه؟ التعريف أو الإخبار بشيء كأنه مشاهد. هو القاضي لما يجي يحكم بشهادة الشهود، ليه بيحكم بشهادة الشهود؟ لأنهم أخبروا وهم عدول بأخبار كأنه يشاهد الحادثة، فلان اللي عمل كذا. ولذلك لما يجي واحد يزور في الشهادة بيقول غير اللي واقع ولا لا؟ نعم. بيقول غير، بيجعل غير الواقع ايه؟ غير الواقع واقع. ثم اقررتم وانتم، اقرارهم ده يجي في ايه؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى يخاطبه المعاصرين لرسول الله فيذكرهم بما كان من ابائهم الاولين، وموقفهم من موسى، وموقفهم من أخذ الميثاق. وبدي أقول لك إن دي مسألة معروفة عندهم، مسألة معروفة عندهم، مش 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 ليس مما نسي. جاب لهم الحاجات اللي إيه؟ اللي هم عارفينها. طيب ما دام هم اللي عارفينها، يريدوا أن يقول أنكم شققتم فيما تعرفون، فبعض ما تعرفون طبقتموه ما دام جه على هواكم، وبعض ما تعرفون لم تطبقوه. ولذلك حيجي في الآية والآفة تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن فالحق سبحانه وتعالى قبل أن يخاطبهم بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يقول أنتم أقررتم بأن ذا اللي عندكم، مفهوم ولا لا؟ ولذلك لما حصل خلاف في مسألة الرجل وقالوا نذهبوا نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعرف، النبي قال لهم هذا الحكم عندكم في التوراة. قالوا عندنا في التوراة إننا يعني نلطخ وشه كده بالقزارة ونلففه كده وندوره ونفضحه مش عارف إيه. قال لا، ده عندكم آية الإيه في التوراة، آية الإيه؟ آية الرجم موجودة، آية الإيه؟ الرجم موجود. فكأنهم حين يجدون أمرا في مصلحتهم
يروحوا لمحمد، لعل محمد هيبقى حكمه ما هوش هو الحكم الصعب اللي في الايه اللي في التوراة، فاذا كان يعني هيوافي الهوى بتاعهم الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ثم انتم هؤلاء، ثم انتم يعني بعد المواثيق، مواثيق الايجاب في الاية الاولى ومواثيق السلب في الاية الايه في الاية الثانية، ثم انتم يا هؤلاء، شوف ازاي تقتلون انفسكم، تقتلون انفسكم. طيب هناك بيقول لا تسفكون ايه دماءكم، وهنا قال تقتلون انفسكم، تفسرها زي ما قلنا تقتلون انفسكم بمعنى ان المؤمنين بايمان واحد وحده، فمن قتل فكانما قتل ايه فمن قتل، او لانه اذا قتل ايه سيقتل، يبقى كانه هو اللي قتل ايه اللي قتل نفسه. ثم انتم اي يا هؤلاء يعني يا هؤلاء. طيب لو كان قال ثم انتم تقتلون انفسكم، قال لك لا ده شوف هؤلاء دي تنبيه، لانها اشاره مش كده، وجاء بهاء الايه بهاء التنبيه دي علشان تلفت الى ايه، تلفت الى الحكم، تلفت الى الحكم، يعني الحكم جاي. ثم انتم يا هؤلاء تقتلون انفسكم، يبقى كأن الامر الذي يريد ان يوبخهم الله عليه اراد ان ينبههم الى انه سيوبخ، خذوا بالكم. ثم انتم يا هؤلاء تقتلون انفسكم، مع اننا اخذنا الميثاق عليكم ان لا ايه لا تسفكوا دماءكم، تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم، وهو قال ايه ولا تخرجون انفسكم من دي ايه من دياركم. يبقى اذا جايب النقائض اللي للميثاق، ان هو الميثاق الثاني، الميثاق الثاني. الحكايه دي تفسيرها يعني ايه قتلوا انفسهم واخرجوا؟ قال لك نعم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر الى المدينه انتقل من دار شرك الى دار ايمان، ومعنى الى دار ايمان ان هناك ايمانا سبق بمؤمنين سبقوا. كانت الهجرة الاولانية كما قلنا الى الحبشة هجرة الى دار امن، الى دار ايه امن، يعني يأمن الانسان فيها على نفسه، انما هنا في المدينة كانت الهجرة الى دار إيمان. ليه؟ لأن الجماعة اللي جم في العقبة وعاهدوا رسول الله وآمنوا به وأرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مصعب ابن عمير ليعلمهم أمر دينهم، فجاء الرسول على خميرة إيمانية موجودة، وأخذ عليهم العهد إنهم ينصروا مما ينصرون إيه من نفوسهم وإلى آخر. فلما جاء الرسول هذا أفسد على اليهود خطة حياتهم. ليه؟ لأن اليهود كما نعلم كانوا متمثلين فيه بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ومن الجنس الآخر المشرك اللي مش أهل كتاب كان الخزرج والأوس. ما بين الأوس والخزرج عداوة وحروب دائمة. من الذي يؤرس هذه المسألة؟ اليهود. ولكن اليهود قسموا أنفسهم، دخل قوم مع الأوس وقوم من اليهود مع الخزرج. ليه؟ علشان يضمنوا يبقى توزيع أنفسهم على المعسكرات ليضمنوا الحماية إذا غلب أي معسكر، وده طبيعهم إلى الآن ولا لا؟ ولذلك تجدهم دايما في الشيوعيين، تجد اللي عامل الشيوعية يهود، رأسمالية اللي عامل الرأسمالية إيه يهود، كل الله. إذن معنى ذلك أنهم إيه؟ أنهم يحتوون الحركات، ومعنى احتواء الحركات الضمان بالفوز دائما، ضمان بالإيه؟ بالفوز دائما. فكان بنو النضير وبنو قينقاع مع الخزرج وبنو قريظة مع الأوس،
فإذا ما اشتبكت الأوس والخزرج كان مع هؤلاء حلفاؤهم مع اليهود من اليهود ومع هؤلاء حلفاؤهم من اليهود. هب أن المعركة انتهت، ماذا يكون الموقف؟ إيه اللي حيحصل؟ يقوم يجم المأسور من اليهود، يروحوا اليهود من الفريق الثاني يساعدوا في فك أسره المنتصر ده، مع أنه كان ممن كان سببا في أسره، لأنه كان مع الفريق. هب أن الأوس انتصرت والخزرج غلبت، ومع الأوس حلفاءها من اليهود ومع الخزرج حلفاء مع اليهود، وبعد ذلك الأوس انتصرت وأخذوا من الخزرج أسرى، وأخذوا من أسرى من حلفائهم اللي هم من اليهود. يوم يأتي اليهود كلهم ويتجمعهم ويعملوا إيه؟ يحكوهم، لأن عندهم نص إذا وجدت بني واحدا من بني إسرائيل مملوكا فلا بد أن تفكه، لا بد أن إيه؟ أن تفك. الله، يبقى إذن وإن هيجي بقى يقول إيه؟ وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أنتوا خرجتوهم وأنتم اللي سببتم في إنهم إيه؟ يتأسروا وإنهم ينهزموا، ومرة تخرجونهم من ديارهم وأنتوا تبقوا شركة، وبعد ذلك ماذا تصنعون؟ تروحوا أنتوا اللي إيه؟ تفدون. ليه؟ قال لك إذن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يبقى ده دليل على انكم ما بتعملوش الاعمال على انها كتاب او غير كتاب، الاعمال اللي تيجي فيها مصلحتكم بتعملوها، والا فلو كان الامر امر كتاب لكان الحكم حكما واحدا لا ايه لا يتغير. تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان، تظاهرون يعني تتعاونون، والملائكة بعد ذلك ايه ظهير يعني معينين. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. طب ده كويس، هل استمررتم هكذا؟ لا، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ حين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بالبعض أيثبت لهم وصف الإيمان؟ هو الإيمان بيتبعض؟ الإيمان حتة واحدة، وما دام دخل عنصر الكفر في شيء من الإيمان يبقى الإيمان الأول ده أنت ما عملتوش على أنه إيمان، أنت عملت دي على أنه وافق مصلحتك، وافقت قضية الإيمان. وفيه فرق بين أن تقوم بالحكم لأن الإيمان قد طلبه، وبين أن تقوم بالحكم لأن مصلحتك وافقت مطلوب الإيمان. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، فيه قراءة تفدوهم، في قراءة أسرى، يعني في قراءتين، وفي قراءة جايبة تفدي وأسارى. يبقى أولا تفادوهم معناها إيه؟ فاد الأسير، فاد الأسير، وفاد الأسير دي قلنا إن الفعل إذا كان على فعل يبقى فيه إيه؟ مشاركة، زي شاركة، شاركة تقول شاركة زيد عمرو الاثنين، وقاتل زيد عمرو، لو كانت المسألة من واحد تقول قتل زيد عمرو، إنما تقتلوا الاثنين يبقى فيه اسمها إيه؟ مفاعل. أم قال لك إيوة، لأن فادة تقتضي أن يعطي إنسان فداء يعني من مال أو غيره ويفدي أسير، فحياخد إيه؟ أسير بدل مال، ودوك هياخد مال بدل أسير، يبقى الاثنين ويا بعض ولا لا؟ يبقى ده بياخد وده بي ايه؟ وده بياخد. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أسارى دي قلنا جمع أسير، هي على غير قياسها لأن القياس فيها أسرع، أسير أسرع، ولذلك في آية تانية ما كان لنبي أن يكون له إيه؟ أسرى حتى يسخن في الأرض، يبقى القرآن جاب أسارى. أم قال لك في ساعات تأتي اللغة ببعض الألفاظ على غير ما يقتضيه قياسها اللفظي في اللغة لتلفتك إلى معنى من المعاني،
مثلا كسلان حين تجمعها تجمعها على ماذا؟ كسالة. زي سكران وايه وسؤيه وسكارة. طيب الكسلان ده معناه ايه؟ معنى الكسلان يعني هابط الحركة ما بتحركش. أم قال لك طب ما هي أصل كلمة أسير معناها أنك أسرته وجعلته مأسورا قيدت حركته مش كده ولا لا؟ فكأن لما جابوا أسير وجمعوه على أسارة لاحظوا إيه؟ لاحظوا ما في الأسر من تقييد من تقييد حركته. زي مثلا لما جينا قلنا مريض فعيل يجمعه على إيه؟ على مرضى. يبقى فعيل يجمع على فعلة. طيب وهلك وموتى. طب دي هالك هذه جمعه. أم قال لك لأن الاثنين فيهم العلة والعطب فساعات ياخدوا من المعنى ما ينقل اللفظ إلى ما يشابهه في الإيه في المعنى. فإذا وإن يأتوكم أسارة ربنا جاب في القرآن أسارة وجاب إيه أسرة. فأسارة الملحوظ فيها تقييد الإيه تقييد الايه تقييد الحرك. والاسير دي جاء على ايه على اصلها لانها اسرى جمع ايه جمع اسير. لكن أسارة لما تيجي تقول مفردها ايه برضو هتقول ايه برضو اسير. طب ولماذا عدلت عن هذا الجمع الى هذا الايه الجمع؟ فكأن القرآن اراد ان يلون بان الأسارة شابهت الايه الكسالة في ان فيها تقييد الايه تقييد الايه تقييد الايه الحركة. واحنا قلنا ان الاسرى دول والاسارة معناها ان حربا وقع وبعد ذلك حين يجيء الحرب بين اثنين لازم يكون بينهم سعار مش كده ولا ايه؟ السعار ده حين يقتضي الالتقاء والالتحام يبقى كل واحد يريد ان يفتك بعدوه. كلمة الأسر دي أخذت عشان تهدئة سعار اللقاء. تهدئة إيه؟ سعار اللقاء. لأن لما يكون عدوين والتقوا مع بعض يبقى كل واحد بده يريده إيه؟ فكأن الله أراد أن يحمي القوم من شراسة نفوسهم وقت الحرب ويقول لهم لا استأسروهم بحيث لا يقتلوا واحد إلا مضطرا. إما يكون إن ما قتلتوش هيقتلني لكن إن كنت أخضر أخده يقول لك دي في مصلحة لك لا هتاخد فداؤه هتاخد إيه فداؤه. وما دام هتاخد فداؤه يبقى ما حظ الله في هذا؟ حظ الله في هذا أرضو أن يحقن الدم ولو في الوقت الذي تشتد فيه الإيه تشتد فيه الحرب. يبقى تشريع من ضمن الايه من ضمن عمليات الرحمة. لان لو ما كانش كده اي واحد يلقى عدوه يقوم ماذا يصنع فيه يبقى يقتله. فكأن الاسر معناه انك قدرت عليه ومدام قدرت عليه يبقى كان من الممكن ان تقتله. يبقى علشان تبقى ينفع لك يبقى يقول لك ائسره. يبقى لا تقتل إلا إذا كان وجوده هيهددك أنت في إيه في حياتك. يبقى ده معناه إيه؟ يبقى حقن الدم ولا ما حقنش الدم؟ هنا هذه القضية ستعالج قضية عقدية من قضايا الإسلام خصوم الإسلام قد يأخذونها عليه. خصوم الإسلام قد يأخذونها عليه لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض يريد ماذا؟ الحق ماذا يريد؟ فيه فرق بين مقاتل وبين ملجئ إلى المقاتل. مقاتل وملجئ. المقاتل الغلبان اللي مضطر ومأمور ده ولذلك التعبير الحديث يقول لك ده فلان مش محارب بس لا ده مجرم حرب. شوف الفرق ده محارب وده ايه مجرم حرب. هل حينما وضعت الحرب اوزارها
جاءوا في كل من كان في ميدان معركة فحارب وحاكموا. ليه؟ لأنه مأمور. إن ما دخلش تحارب يتقتل، مش كده ولا لا؟ يعني يتقتل. إنما مجرمين الحرب بيحاكمهم ولا لا؟ يبقى فيه فرق بين محارب ومسعر حرب. محارب، محارب وإيه؟ ومسعر حرب. الحق سبحانه وتعالى يقول الرسول: إن صناديد قريش هم الذين ألبوا عليك هذا وجم في بدر وعملوا كذا وعملوا كذا، ما كان يصح أن تعاملهم معاملة المحاربين فتأسرهم. الله، دول مجرمين حرب. الله الله الله، كان يجب أنهم إيه؟ يقتلوا. كان يجب، لأنهم هم الذين حملوا الناس على الحرب، وهم الذين أرسوا هذه الحرب، وهم الذين فعلوا وفعلوا. يبقى كان يجب أن نفرق بين محارب وبين مجرم حرب. مسعر إيه حرب؟ يبقى عتب الله على نبيه عليه السلام أنه بيقول له أن دول ما كن ما تعملهمش معاملة الإيه، لأن المأسور بتقول أنا بدي أكتفي شره وعشان ما وخلاص وانتهي المسألة، فاخده استأسره. قال لك لا، ده دول مش كده، دول هم اللي عم قاوا منها. الأسير ده الحق سبحانه وتعالى شرع له إما منا بعد وإما فداء. إما إيه؟ منا بعد وإما إيه؟ منا يعني إيه؟ أن تمن عليه بأن تطلق سراحه بدون إيه؟ مقابل. أو فداء يعني تاخد إيه؟ تاخد الفدية، الفدية بتاعته. إذن فهذه الآية لا يتهم الإسلام فيها بأنه شرع الأسر ولا الرق، لأن اللي عندنا فإما منا بعده وإما إيه؟ وإما فداء. طب إيه كلمة بعده دي؟ فإما منا بعده وإما فداء. ما دام كلمة بعده دي يبقى لازم هيقتضي في فترة، يبقى إيه؟ يبقى مأسور فيه. وبعد ذلك نعمل إيه؟ يا نطلق سر. طب وليه بعده ما قالش في ساعتها ليه؟ قال لك لا، لأن هذه المسألة لي أيضا أبناء قد يقعون في أسر خصومه، فلا يشرع الإسلام تشريعا يطلق ما في عندي من الأسرى ودكم حيمسكوا أسراهم. يبقى بعض، يبقى كننا حنقب بقى، تفدم نفدي، تمنم نمن، تمسكم نمسك. يبقى معاملة بالمثل ولا لا؟ وهذا ما انتهى إليه أرقى نظام في العصر، معاملة الأسرى بالإيه؟ بالمثل. يبقى لكن لما كان يجي يقول لك لا كان لا لازم يطلقوا، نقول لا، ما أطلقش أنا اللي عندي من خصومي، وخصومي يملكون ما عندهم من عند. ولذلك يجب أن نفطن إلى أن الذين يعالجون هذه المسألة يعالجونها علاج بهوى، علاج أحمق، علاج غير عادل. وأنت حين تريد أن تقارن لا تقارن دائما بين رق وحرية، أن هيبقى أسير يبقى رقيق، مش كده؟ ما تقارنش بين رق وحرية لأنه لا يقارن بينهما، ولكن المقارنة إنما تصح بين رق وقتل. لأن ما كنتش أخده أسير، ما هو المقابل؟ ماذا أصنعه فيه؟ أقتله. يبقى إذن المسألة المقابل للرق الحرية ولا القتل؟ فكأن إباحة استرقاقه وإباحة أنه يكون أسير دي يبقى حقن لدمه ولا لا؟ يبقى حقن. يبقى الحين تقارن لا تقارن أيها الأحمق بين رق وحرية، ما حدش يقارن المقارنة دي، وإنما قارن بين إيه؟ رق وقتل. لو قارنت بين رق وقتل يبقى أيهما أحسن؟ يبقى الرق أحسن. أدي أول حاجة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية الحديث.